بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وصفة البقلاوة. هذا العبارة انت لحشو تاع البقلاوة، ناس مسمي هو جوجنا كاوكاو، لوز، جوز، كاس تاع سكر حرش يعني تاع نشربو بيه الحليب، قرفة، ماء، زهر. هنا المقادير تاع هنا المقادير تاع العجينة تاع البقلاوة. ندير 4 كيلات تاع 500 غرام فرينة، ندير 4 كيلات كما تشاهدوا في الصورة. بعد ما غربلت الفرينة هذه 1/4 الكيلة، وهنا كيلة اللي هي 500 غرام زبدة دائبة وتكون باردة طبعا، نبسس بها الفارينة تاع البقلاوة لمها بأطراف أصبعي، وهنا نحكها بين يدين، ندخل يدين في الفارينة جيدا، هنا قاعدة ندير في حفرة باش نحط ملعقة تاع ملح، نحط عليها ماء باش نذوب هذاك الملح باش ما يقطعليش العجينة تاع البقلاوة. لازم نذوبو مليح، ونبدأ نلم في العجينة بالماء الزهر. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ماء وماء الزهر حتى نتحصل على عجينة طرية. ما تكون يابسة بزاف، ما تكون طرية بزاف. كرات واحدة، بعد نقسمها إلى 7 كويرات، ونلوزهم. صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لا تنساوش تاني دعواتكم الوالية بالرحمة إن شاء الله في جنة فردوس أعلى، آمين يا رب العالمين. هنا الكيلات ما حطوهم في أول فيديو، كيلة تاع لوز مرحي، كاوكاو مرحي وحمصتو كاوكاو، واللوز تاني مرحي، و
مدة كاس تاع 220 مللتر باش ما يجيش حلو بزاف الحشو. هنايا تاني ربع ملعقه تاع جنجلانيه تكون محمصه او سمسم، هنا ملعقه تاع قرفه، دعواتكم لأهل غزة إن شاء الله ربي ينصرهم آمين يا رب العالمين. وهنا نحط النشا نطرحها بعد ما خليتها ترتاح واحد ساعة هكيك، كانت بلاطو يدخل الفرن. وهنا نحط ليدام واحد ربع خمس ملاعق تاع زبدة دائبة وتكون باردة، نبلها تاني بالماء الزهر نحشو. وهنا نفرغو بعد ما حطيت ربع تاع العجينة تاع البقلاوة. ها راهي خرجت في الحشو. نعدل فيه باش تجي متساوي. وكل مرة ندهن بين الورقة والأخرى ندهنهم بالزبدة. نزيد نكمل نطرح بالنشا. وهذا القنوط او القراص تاع امي الله يرحمها، ربي يرحمهم ربي يجعلهم في جنة الفردوس الاعلى امين يا رب العالمين. وهنايا بعد ما كملت حطيت ثلاث ورقين تاع عجينة، نحيها بالقنوط بعدا او القراص، حنا نقولو القراص قنوط. وهنا مرة درت البقلاوة على شكل مستطيل، درتها مربعات باش ما يجينيش الحشو كيما موفا نديرها في البقلاوة في السنين دائري، نديرها كي النجمة. عندي ديجا من قبل في الفيديوهات الاولين، روحوا شاهدوا من فضلكم فضلا وليس امرا في الفيديو القدم، درت عليها شكل نجمة. وهنايا قاعدة نقسم فيها على شكل مربعات. هكا تجيني متساويين، ميم طون ما تجينيش فيها لي شوت كيما نقولوا زايدين هكا، كي نديها نجمه من افضل درتها مربعات. بعد ما دهنتهم حطيت لهم لوز عفوا، شقت لهم اللوز. بعد ما خرجت سخونه خرجتها من الفرن سخونه حطيت لها العسل بارد، هي طيبه. من فضلكم ما تنسونيش بجام تعليق شباب كيما نتوما، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. ومن فضلكم دعواتكم لوالديا بالرحمه ان شاء الله في جنة الفردوس الاعلى امين يا رب العالمين لجميع الموتى المسلمين. بارك الله فيكم.
أجلكم عند الله، ونشكركم جزيل الشكر اللي قعد معايا حتى للآخر. قل كم بارك الله فيكم مرة أخرى في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.